مواطن على حق. لماذا؟ لأن البرلمان السابق طيلة 20 سنة قد سود صورة البرلمان. لما كان يشوف المواطن أنه برلمان يصوت ضد إرادته، نعم، بالضرورة راح يفقد الثقة تاعو. لكن مع قانون الانتخابات الجديد اللي نعود له دائما، ما الضمانات؟ شفنا السلطة كذلك أبرزت حسن النية لحد الآن، محاكمات، رؤوس فساد في السجون، ناس اللي ما كانش نقدروا نحكوا عليهم مقبل اليوم راهم في السجون. نعم. معناها المواطن يعني فيه بوادر ربما للقضاء على الممارسات القديمة. بالتأكيد هناك بوادر، والمواطن دائما يكون عنده رغبة في الإصلاح، رغبة في تطوير. راح يشوف دائما القوانين هذه راح تكون في صالحه، لأنه دائما نشوف إصدار قوانين جديدة ردعية للقضاء على الفساد. نعم. واللي نتمناه.